افتتحت مديرية الأوقاف بمحافظة البحر الأحمر مسجد التواب بالغردقة، والمقام على مساحة 500 متر مربع بتكلفة 5 ملايين جنيه. وأوضح وكيل الأوقاف بالبحر الأحمر محمود الشيمي أن الوزارة قامت باستكمال الفرش والتجهيزات، ولافتا إلى الاهتمام بالمساجد وعماراتها والحفاظ على قدسيتها. تم افتتاح مسجد التواب بمدينة الغردقة. هذا المسجد الذي يقع على مساحة تقدر ب 500 متر مربع وبتكلفة تقرب 5 مليون جنيه مصري. وتوالت الافتتاح من شهر 9/2020 إلى الآن، حيث تم افتتاح مسجد الأحياء المائية بمدينة الغردقة ومسجد السمان الجديد.